أستاذ، إذا ما تحدثنا عن القيمة التي يمكن إذا ما تحدثنا عن القيمة لهذا الملتقى أو هذه الندوة اليوم في مدرج قرطاج الحداثة بجامعة منوبة، ما هي المردودية التي يمكن أن نحصلها؟ وعموما هذا الملتقى تنوعت فيه الأصوات، الرؤى والمقاربات، تنوعت فيه أيضا الموضوعات. يمكن أن نحصر القيمة في مستويين اثنين، ثم قيمة معرفية. الأكيد أن الاستماع إلى هذه المقاربات يفتح أذهاننا على إشكالات جديدة ويدعونا إلى التفكير فيها ومقاربتها في ضوء التحولات الجديدة. المستوى الثاني أعتبره مستوى ثقافي ومجتمعي، أقصد أن هذا الملتقى يخلخل الكثير من التصورات والاعتقادات، يجعل الجمهور الباحث والمتقبل يعيد النظر، يعيد التفكيك، ويعيد مسألة الكثير من المسلمات. وبالضرورة الفائدة التي يحصلها هذا الملتقى أنه لا يطرح قضية المؤنث والمذكر، إنما يطرح قضية النمط المجتمعي، يطرح قضية النمط السياسي، يطرح قضية المواطنة، كيف يمكن أن نؤمن بالتنوع بالاختلاف، كيف يمكن أن نبلغ أفق المساواة الذي نطمح إليه. أنا أعتقد أن هذا الملتقى على ما فيه من